وختام مشوارنا الصباحي رح نكون مع المواهب، وكثير من المواهب نحن فعلا بنشوفها بين الشباب والصبايا، شبابنا السوري المبدع اليوم رغم كل الظروف، لكن هو اذا كان عنده موهبه معينه عم بيحاول قدر الامكان انه يصقل هذه الموهبه وينميها لحتى تكون مع مرور الوقت هي فعلا مصدر دخل لإله. اليوم بيسعدنا نرحب بالاستديو بإيلين درويش، وهي احترافيه بالرسم السينمائي، وطبعا تعلمت هيدي الاحترافيه مع الوقت من خلال شغفها وموهبتها بالرسم. يسعد صباحك ايلين، اهلا وسهلا فيكي. يسعدنا صباحك يا رب. يسعد صباحك. بدايه، اكثر انواع الرسم المميز هو الرسم السينمائي اللي بياخذ يعني هيك بده، خاصه هلا بالعصر هذا. امتى تعلمتي هذا النوع من الرسم؟ هلا صراحه انا من زمان انه برسم وهيك، بس ما تطورت معي هاي الحاله للمرحله الجامعيه، شفت صور ومقاطع حبيت انه اعمل مثله وجبت هيك ادوات بسيطه على قدي وصرت اعمل، وصلت لمرحله انه خلص صرت انا من المخيله مني لحالي اعمل اي شيء. افكار براسك هيك؟ ايوه تماما، اي فكره صرت انا طبقها مني لحالي. طب إلينا، ممكن نحن بنعرف باعمار انه بيتوجهوا دائما للرسم العادي اللي نحن بنعرفه على اللوحات او رسم بورتريه او اي نوع من انواع الرسم، لكن انت توجهتي لشيء متعلق بمجال كثير ضخم يعني ودقيق ويحتاج الى الكثير من الدقه والرسم السينمائي، فاذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع يعني ليش توجهتي؟ هل لمحب لمحبتك للسينما او لفناني السينما او مشاهير السينما؟ هلا الواحد بيحب يطور حاله على طول، انا من الاشخاص اللي دائما بحب انه تغيير وحبيت انه اطور هالموهبه. يعني انا بديت بالرسم، رسم برصاص بالفحم انه هيك، فتطورت مع الحالي حبيت انه اجرب هذا الموضوع وجربت كذا تجربه ومش الحال فحبيت كفي بالموضوع. ممكن هون يعني بيلعب دور انه نحن نحاول نتميز. هلا هي الرسمات اللي عم تنعرض على الشاشه هي من رسماتك انت؟ هي حبر بس. هي مو رسمات، مو سينمائي يعني؟ لا هي رسم عادي. رسم وجوه. عادي. ايه وجوه. يعني هون ما شاء الله في احتراف، في مثل كانه صوره نظاميه هون كمان بالحبر. بالحبر كالازرق؟ ايوه بالحبر، القلم الازرق العادي. ما شاء الله. العين كيف هون طالعه العين؟ طيب انه هلا على الممارسه الواحد بيتعود انه خلص حتى الظلال تماما بالقلم العادي، حتى غير يعني انه بس كيف طالعه الرسمه الالوان. ايه باعتبار انه بقلم واحد يعني. قلم واحد بس. هون شو؟ تماما. وهون فحم. على الفحم. ايه فحم. هي بدايات رسمك يعني؟ ايه يعني تقريبا. حلو حلو، يعني حتى في دقة انت يعني هون ايضا. ايه هون بقى بلشنا بالرسم. تماما والرسم على الوجه. الاحتراف يعني نفسها تماما يعني نفس الشخصية. مع انه الادوات كثير بسيطة، الادوات كثير بسيطة، الالوان كأنه انت إيلين ما؟ ايوه. وجهك وجهي وانت رسمتي عليه وشيء شبيه بالرسمة الأساسية. اي تمام. هلا هون بالالوان بلا دم وبلا شيء، هي الوان عادية وادوات كثير بسيطة، لو في ادوات كان الواحد ممكن انه يطور حاله. يعني انت بأداة واحدة عم تشتغلي هون كيف؟ هون ايد حقيقية طبعا. ايه هي ايدي انا. ايه. ايدك؟ ايه هي عيد ميلادي. كيف اشرحي لنا؟ نعرف. هلا هي عجينة عادية ودم صناعي ومكياج بس. حلو. كأفكار منين بتجيبي أفكارك؟ هلا بالبداية كنت إنه شوف صور وحاول إني أعمل مثلها. هاي الضربة كمان. إيه هاي الضربة إيه من المخيلة. هاي من المخيلة. إيه تماما. هلا إذا حابين يعني يكون هيك الشيء خد عم نروح لعندك إيلين. أكيد طبعاً. نحن مريضين، نحن تعبانين، نحن كدمات. هاي كيف؟ هاي مبيني واقع عند درج نظامي. هاي مكياج بس. مكياج العادي، مكياج الوجه. تمام. طالع هيك بهيدي الدقة يعني فعلاً. وهي بالحبر هون رصاص يمكن بالالوان العادي الحبر انه احمر ازرق. الحبر كمان. ايه تمام. حلو حلو. هي هون هون كمان. هي انا وختياره. عمر. هي انا وختياره. ايه تمام. هي انت وختياره. ايوه. وبدنا نرجع نحكي هون كانه ما شاء الله عنك حاطه فلتر يعني. يعني في دقه بالشغل بس مثل ما عم بتقولي في ادوات ممكن تكون بسيطه ما مساعدتك لسه بالاحتراف اكثر بالموضوع. تماما تماما. ادوات صراحه ما كثير متواجده يعني، واذا وجدت الامكانيات كثير قليله. شو هي؟ هي كمان انا بس شو رسم. هي؟ تشرحي لنا عنها؟ ما في، هي خدعه يعني اكثر. ما تكون رسم على الرقبه. الرسم على الرقبة. يعني أنت راسمي على الرقبة. طيب العلاقة هي شو؟ رسم كمان يعني إنه هون على الرقبة بس في سواد أنت حاططيه. أيوة. بالفوتوشوب أو شيء؟ هو السواد. لا هو السواد والخلفية سوداء فما مبين شيء. ما ببين الرأس. فما ببين الرأس. إيه تماما. يعني فعلا في احترافية إلين، في دقة هون قلب الأصابع. إيه
حلو حلو، يعني ما يعني في ابداع في ابداع في ابداع. هو الموهبه موجوده وبس يكون الموهبه موجوده كل شيء. طب كيف تبتكري يعني؟ من وين هيدي الافكار بتستقيها؟ من وين يعني بتحاولي انك انت يخطر على بالك انه انا هيك بدي اعمل؟ يعني احيانا الافلام بتتابعي دائما؟ ايه طبعا. بس إلين في شغله كثير مهمه انه مثل هاي النوعيه من الرسم، خلينا نقول انه بسموه كمان مكياج ورسم، ما بعرف كذا تسميه، كثير بتساعد بقصص المسلسلات والافلام. ما حاولتي مثلا تشتغلي على هذا الموضوع انك توصلي لحدا يشتغل او يشتغل معك بهي القصه؟ طبعا اكيد حاولت، بس صراحه الفرص كانت تجي بالوقت اللي انا كنت فيه بالجامعه، وما خرج الواحد انه مثلا يسافر على الشام فرضا لحتى يكفي او يعمل شيء. شو درستي إلين؟ انا مخلصه هندسه كهرباء. هندسه كهرباء، طاقه كهربائيه. ما كان في مجال، ما كان في مجال واحد انه يترك بس هي القصه بدها تعب شوي على حال الواحد لحتى يلاقي اسم وشهره طبعاً. ويكون يعني فعلاً في موهبه يعني طبعاً. تستحق انه يعني ينعمل بهيدي الموهبه من شغل عليها وتكون هي فعلا اداه اليوم تطويريه بهيدا المجال، لانه في يعني مثل ما ذكرنا في احترافيه بشغلك. اذا بدنا نحكي عن يعني هيدا المجال، ابواب هيدا المجال، طيب اذا انت خلصتي الهندسه الكهربائيه، خلصتي جامعتك، طب ما حابه بهيدا المجال انك تعملي شيء لإلك تشتغلي عليه؟ طبعا، بس ولا بس هيك عروض يعني عرض انه بس انك انت هلا موهبه؟ هلا المشكله انه الفرص كثير قليله، ان شاء الله نقدر نوصل. عملت صفحه عامه على الفيس وسياسه الفيس منعني انه انشر، فوقفت النشر. فحتى الفيس ليش سبب انه الشخصيات انه عم ياخذ الصور على اساس انه هي واقع مو انه رسم. انه واقعي. أيوة بس معناتها هي دليل الاحترافية. شغله منيحه. حتغير الانتقادات تبع انه شو هالفن شو هالكذا. لا بالعكس، هلا هو الانتقادات على كل شيء، ما بدنا نطلع التعليقات السلبيه. صح. ما في شيء ما بينتقدوا الا بيتعلق. ولكن يعني اليوم كثير بنشوف مثلا من الجروبات من القصص هاي اللي بتكون وقت تنزلي انت فيها بتحسي في تفاعل، اجى تفاعل، ممكن يكون في فرص عمل من وراهم وقصص كثير. ما حاولتي تشتغلي على هاي القصه؟ في كان في تفاعلات مثل ما حكيت، تفاعلات كبيره، بس بضل منشور وتعليقات مو اكثر من بس هيك. هون الواحد بهي القصه بالتحديد لحتى يكون يعني ياخذ اسم ويحصل على الشيء اللي بده اياه لازم يكون في استمرار، ما يمل تماما، يتعب كثير على تمام. حاله ولازم يكون في مجال واسع بهيدا، لانه خيال يعني. هلا هي بخيالك يعني اعتمدتي اكثر من رسمه، مثل ما حكي هذا نقطه كثير هامه انه انت يعني هلا ممكن ما انه مثلا ينتقدوا او يتنمروا على هيدا المجال. في ناس ممكن تستغربوا. ايوه تماما، هو استغراب، الاستغراب يعني الدهشه. في ناس فعلا ما بتعرف انه في هيك نوع من انواع الفنون السينمائيه، يعني بيستغربوا انه بيقولوا لك ايش شو يعني نحن شو استفدنا يعني او نحن شو عم نشوف يعني، او مناظر مؤذيه. فأنت كيف يعني ممكن انت تردي خلينا نقول على هيدي التعليقات؟ شي مره انه شعرتي بالاحباط انه لا انا بدي غير من نوع هيدا الفن، بدي اعمل شيء ناس ممكن تتقبله او تحبه بالمجتمع انه الغالبيه؟ هلا بالبدايه على كثر الانتقادات انه ايه انه معقول انه انا اشتغل هيك، بس لا حلو الواحد لما بينتقدك تعرفي حالك انه انت عم تشتغلي شيء صح. مثلا تماماً. لما بينتقدك انه شي تتميزي فيه غير مألوف. ايه تماما، انه دم وقرف وكذا، بس لا إلين هلا هي ما نقول دم، هي حاجه يعني. احنا اليوم بنشوف كل الافلام بالعالم كلها، هن اكيد ما رح يجوا يشخطوا حالهم ويضربوا حالهم، هن في هذا النوع اللي موجود من زمان. لكن انا بظن بنظري انه الاشخاص اللي بيكونوا عم ينتقدوا بهي الطريقه هن بجوز احيانا ما قصدهم، هو نوع من الاستغراب. حرام الواحد يحكي الصراحه استغراب. ولكن بعد فتره بجوز يقول لك إلين واو انت شغلك صاير كثير حلو، انت هي القصه اللي ساويتيها بالمسلسل الفلاني كانت واو. يعني هي القصه لازم تعطيكي دافع انك تشتغلي على حالك اكثر صراحه. طبعا اكيد تماما. يعني انت حابه فيما بعد تدخلي بالمجال السينمائي والتلفزيوني الدرامي؟ لانه في يعني هيك نوع من الفنون والرسم على الوجوه يعني بشخصيات معينه انك تعبري فيها عن حاله معينه، فهي متطلب اليوم واساس بالعمل الدرامي والسينمائي اليوم. فان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق وكل طبعا هلا المنتجين اللي حدا عم يتابعك وكل الناس يعني فعلا انه يستثمروا مواهب هيدي المواهب او هيدا النوع من انواع الفنون، لانه اساسيه باي عمل. يعني العمل هو حلقات متكامله، يعني انه كل عمل او كل مجال يكمل الثاني، خصوصي انه الواحد عم يشتغل شيء بحبه تماما فبيبدع فيه. ايه بس انا في كلمه هون بدي اعقب عليها، معلش بدك تسمحي لي. قلتي حابه، لا انا بدي اقول لك لانه شفت يعني ما شاء الله الشغل والاحترافيه بهذا الموضوع. انا من محبين جدا هاي القصه، بالرغم من انه في ادوات بسيطه ومواد بسيطه. صح.
لكن ما بصير تقولي حابه خلاص انا بدي اوصل لانه قررت. لازم تشتغلي على القصه اكثر لانه ان شاء الله يعني بعد فتره قصيره نرجع نستضيفك بتكوني نستضيف نحكي عن اعمال لإلك ان شاء الله. هو الواحد بحب بس بيتمنى انه تجي فرصه ما بيتمنى ولا بيحب لازم يشتغل ليوصل هذا الشيء قطعا واحد لازم يكون موجود اذا حدا عنده صح. موهبه مثلك صح. إلينا انت جربتي على وجهك حاولت تجربي على حدا من محيطك من رفقاتك الاولاد ايه لانه الاولاد كثير بيحبوا هالموضوع هذا إيه. بس لا بحالي يعني اكثر شيء اكثر شيء على حالك يعني لانه بتاخذ وقت بتاخذ وقت مني كثير كثير. احكي لنا عن الوقت كيف هيك تفاصيل الشغل هلا معك من الساعتين احيانا ست ساعات ست ساعات عمريه بتوقفي هيك ست ساعات يعني متواصله لحتى تعطي الحاله صح يعني تماما لحتى تتصور وتمسح وخالصين إلينا بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله رب يعني سواء كان بمجالك المهني بالهندسه الكهربائيه او حتى بهذا المجال الفني اللي انا فعلا بعتبره ابداع اليوم واحترافيه ان شاء الله بنشوف اسمك باهم الاعمال باذن الله موفقه إلينا تسلمي لي شكرا كثير لك شكرا على الانسان اللي خلاني انا اكون معك تفضلي مين بتحبي توجهي شكر شو بتحبي تحكي كلمه اخيره مدام داليا واستاذ ابراهيم هني السبب لحتى كنت انا هون معكم ودائما رح نشوفك إلين موفقه وان شاء الله يا رب دائما تكوني متواجده معنا يعني لحتى تفرجينا شغلك فعلا الحلو وابداعك الحلو كل حدا اكيد حابب يشوف عملك انت عندك صفحه يعني تسويقيه لشغلك في صفحه خاصه وصفحه عامه صفحه عامه باسم يعني مش اذا بدنا نشوف عملك اس اف اكس ميك اب باي إلين ميك اب باي إلين وصفحه صفحتك الشخصيه كمان باسمي انا إلين درويش حلو كثير ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق يا إلين